تحية الدولية للأسمدة وما زال هذا السم الذي ما زال يتداول أمامنا في منطقة مهمة جدا جدا ومنطقة محورية وهو في الصحراء اللي المفروض ما يتكسرش اللي هو الحد السفلي للمثلث اللي عنده مستويات ال 98 قرش، وده بالنسبة لنا هو في الخسارة. وما زلنا بنستهدف قمة جديدة للسم لأن بالنسبة لنا لسه فاضل موجة. عملنا واحد، عملنا اتنين، ده كله كان تلاتة، عملنا أربعة اللي كانت معقدة شوية، أعتقد دي بدايتها. وأعتقد إن إحنا سنسجل قمة جديدة نخترق القمة السابقة قد نزل لمستويات ال 14 جنيه. طيب هناخد القمة وقاع لتشكله من عندنا وهنبحث عن مستويات ال 200 ل 261 فيبو. من كل هذا الصعود هنلاقي إن إحنا عندنا هدف قريب إن شاء الله اللي عند مستويات ال 14 جنيه 15 قرش، وده الهدف اللي بنستهدفه. طيب خلينا ننزل على فريم أصغر ونروح على فريم الساعة، هنلاقي نفسنا إن إحنا كنا داخل إطار نزلنا بشكل عنيف على شكل A B C، ثم صعدنا بموجة منقطعة، ثم نزلنا على شكل خماسي، ثم صعدنا مرة أخرى على شكل تصحيحي، ثم انتهى التصحيح هنا بموجة واضحة جدا جدا. ما زلنا ننتظر ردة فعل إيجابية مرة أخرى باختراق المثلث لتكملة الاتجاه الصاعد. لو بصينا واحنا على فريم الساعة لأن بدأ يحصل إشارات إيجابية وعندنا تصحيح أقرب الاكتمال، ولكن حتى الآن ما ادانيش إشارة دخول. يعني لو لاحظنا هنلاقي إن إحنا عندنا تصحيح هنا، يعني واضح لو تم اختراق أعتقد النطاق ده وصعد، أعتقد إن السهم هيصعد ويعمل لنا قمة جديدة في الوقت ده لو اخترقنا المنطقة المفتاحية بالنسبة لنا اللي هي المنطقة دي اللي عند مستويات ال 1170 لحد مستويات ال 1190. اخترقها بقوة يعزز النظرة الإيجابية بالنسبة لنا، وبالتالي هنقل وقف الخسارة عند القاعدة اللي هيكون عند مستويات ال 10 جنيه تقريبا، وبعد كده إن شاء الله هنستهدف قمة جديدة تكون قريبة من مستويات ال 14 جنيه. زي ما قلنا هيكون بالنسبة لنا أول هدف هو إعادة اختبار القمة السابقة اللي هتكون عند مستويات ال 13 جنيه، وبعدها نبحث عن القمة الجديدة إن شاء الله اللي هتكون عند مستويات ال 14 جنيه. طيب ممكن ناخد أهدافنا لو صعدنا من الموجة دي وكان التصحيح بتاعنا مكتمل وعملنا ردة الفعل، هناخد مستويات ال 161 فيبو لحد مستويات ال 200 فيبو، فممكن نصعد اكتر. ممكن نصعد اكتر، ولكن ما نعرفش هيكلية الصعود هيكون شكلها ايه، عشان كده عايزين ناخد الامور خطوة بخطوة. عندنا منطقة مفتاحية زي ما قلنا بنهتم ان احنا نصعد فوق منها، ودي هتكون اول اشارة ايجابية اللي عند مستويات ال 12 جنيه، وبعدها ان شاء الله نبحث عن اهداف جديدة باختراق القمة السابقة، ومن بعدها نستهدف ان شاء الله هدف ال 14 جنيه، وبعد كده نشوف هل هنفضل مكملين لأهداف أخرى ولا لأ. وبالتوفيق.